قبل بداية هذا الفيديو أريد أن أعتذر منكم أعزائي المشاهدين لأنني مريض، لهذا تسمعون حلقي على هذا الشكل. اليوم أتيناكم بموضوع وخبر مهم جدا. رغم أن الجزائر لها علاقة قوية جدا وعلاقة صداقة قوية جدا مع روسيا، إلا أن الجزائر لن ترضخ إلى أي دولة، وهي لا تربطها أي التزامات مع أي دولة كانت. فالجزائر بلد حر ولها قراراتها الخاصة. في هذا الخبر، الجزائر في محادثات دفاعية مع إيطاليا في إطار سعيها لتحالفات عسكرية جديدة. الجزائر لن تتخلى عن علاقتها العسكرية مع روسيا، لكن البلد تتطلع إلى التحوط من رهاناتها، كما يأتي موقع Middle East Eye. هذا الموقع مهتم بالشؤون العسكرية، وهو الآن يتحدث عن علاقات جديدة وحركة جديدة من الجيش الجزائري، حيث اتفق مسؤولون عسكريون جزائريون وإيطاليون على تعميق العلاقة بين الصناعات العسكرية والدفاعية بين البلدين في اجتماع ثنائي يوم الاثنين. وقال مسؤول إيطالي أنهم على استعداد لدعم الجزائر في أي عملية شراء مستقبلية للمعدات العسكرية الإيطالية الصنع، والتي يمكن أن تشمل أيضا تبادل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية. صحيح أن الجزائر تشتري العديد من الأسلحة من روسيا، إلا أن روسيا لا تري الجزائر كيفية صنع هذه الأسلحة، إلا أن هنا العلاقة بين الجزائر وإيطاليا شيء آخر، فإيطاليا ستنقل تكنولوجيا صنع الأسلحة إلى الجزائر، وبالتالي ستصبح الجزائر معتمدة أكثر على نفسها بمرور الوقت. قال زين غبولي وهو محلل جزائري: على الرغم من جهود الجزائر للابتعاد عن صناعة الدفاع الروسية، فقد يكون من الصعب الحصول على نفس المعاملة التفضيلية التي تتمتع بها مع روسيا. وأيضا هنالك ضغط متزايد على الجزائر لوقف أو تقليص واردات الأسلحة الروسية. ودعا أكثر من 10 مشرعين أمريكيين فرض عقوبة على الجزائر، إذا كنتم تذكرون، بسبب استمرار الجزائر في شراء الأسلحة من روسيا. واعتبروا شراء الجزائر الأسلحة من روسيا دعم روسيا في حربها على أوكرانيا. وقال زين غبولي باحث الدراسات العليا في جامعة غلاسكو: بالنظر إلى دور القوات المسلحة الجزائرية والأوضاع الجيوسياسية والإقليمية، ينظر الآن إلى المشتريات الدفاعية الجزائرية أكثر من أي وقت مضى على أنها أولوية. فتخيلوا معي أعزائي المشاهدين، إذا قامت الجزائر بهذا الاتفاق مع إيطاليا والتي ستقوم به، فهذا الخبر مؤكد مثلما أريناكم بالمصدر، سيمكن للجزائر أن تصنع أسلحتها ولن تحتاج إلى استيراد أسلحة. تخيلوا ما الذي يمكن للجزائر أن تصنعه بمرور الوقت: طائراتها الحربية الخاصة، دباباتها، والعديد من الأسلحة المرعبة. فإيطاليا إذا لم تكونوا تعرفوا هي من أقوى الدول في العالم، وتواصل الجزائر الاستفادة بشكل كبير من المواجهة بين روسيا والغرب، حيث ارتفعت أرباح البلد من النفط والغاز بأكثر من 70% لتصل إلى 21.5 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مقارنة ب 12.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع تدفق الأموال، اقترحت السلطات الجزائرية زيادة الإنفاق الدفاعي من 10 مليارات دولار العام الماضي إلى 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 130%. لكن قد تجد الجزائر صعوبة في فهم نفسها من عاداتها العسكرية الروسية، وأظن أنه يجب على الجزائر أن تعتمد على نفسها أكثر من الآن فصاعدا. فما رأيكم أعزائي المشاهدين في هذا الموضوع؟ كما ترون أخبار حصرية ولن تجدوها في أي مكان، وأيضا نأتيكم بالخبر من المصدر، ويمكنكم في أي وقت زيارة المواقع التي تشاهدونها في هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو أعزائي المشاهدين، لا تنسوا أرجوكم الاشتراك في القناة وأيضا الضغط على زر الإعجاب، هذا أقوى دعم يمكنكم أن تقدموه لنا. وسنلتقي مجددا مع مزيد من الأخبار. إلى اللقاء.